يا من تسامعت القلوب نداه وتراقت الألباب صوت حماه وتسامت الأرواح فلقد رمت في النور من علياه. يا من يسبح كل شيء طائعا ويقدس الأعلى الذي سواه. فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق في علياه. والشامخات الصم أيضا سبحت من صاعة لله جل ثناه. والدود في خبأ الجحور شاكر جل الذي من فوقه أعطاه. والنحل يهتف حامدا آلاءه جل الذي أوحى له وهداه. بين المروج الخضر يسلك سابحا في الأشجار طاب ثراه. أتراه يبذل كل شيء صافيا متفاوت الألوان في مرآه. فيه الشفاء مما يرى من علة جل المليك تباركت نعماه. والزرع مخضر يمجد خالقا من أنبت الزرع النذير سواه. وبدا على الشجرة اكتساء ناشيا من أينع الأثمار إلا الله. سقطت لآلئ من نداه بأمره هل غيره أحد يفيض نداه. والنمل يمشي بأسراب منظمة إلى أرزاقه سعيا لينال مناه. بالحق نالت نملة أقرانها هيا دخلي قد ساعهن نداه. هيا دخلي من ذا الذي علم الخفي سوى الإله تباركت أسماه. أيها الإخوة المؤمنون من ساحة العلم والعلماء إلى ساحة القرآن الكريم، وتكريما لعمدة العمد ورمز الواجب والأدب في كل مكان الذي عاش في معية العلم والعلماء وعاش في معية القرآن الكريم إلى أن عادت الروح إلى بارئها وعاد الجسد إلى أصله وهو التراب، المرحوم بإذن الله تعالى الحاج سعيد سليمان الأقرع عمدة قرية قرنش مركز بسيون غربية، ومشاركة إلى جميع عائلات الأقرع وأنسابهم وأقاربهم يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية والسياسية وإلى علماء الأزهر ورجال الأوقاف. ولقد شرفت هذه الليلة القرآنية المباركة بملك المقامات ومحرك القلوب عالم كبير من أعلام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، القارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية، والذي سنصعد به إن شاء الله تعالى في فجر الجمعة القادمة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة في قرآن الفجر فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب. سألنا الله عز وجل له التوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع، فليتفضل صاحب الفضيلة إلى منصة التلاوة ليتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا وما تشاءون إلا أن يشاء إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة 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 إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها بناها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها
أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عيني حاضر انتقب ان شاء الله. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ما أنت منذر إنما أنت منذر يسألونك عن الساعة أيان موسى عشان التلاوة آداب إن شاء الله ربنا تقبل الله يحفظكم يحفظك. يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إنما أنت
إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم. رحلة الشتاء قريش إلافهم. رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. الفاتحة.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زيادة في شرف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وإلى روح الفقيد الراحل، اللهم اجعل كل ما تلي وما قرئ في هذه الليلة القرآنية المباركة نورا يتقاتر على قبره، وأن يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. التلاوة كما بصوت العلم القرآني والإذاعي الشهير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي ملك المقامات ومحرك القلوب القارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية، والذي سنصعد به إن شاء الله تعالى في فجر الجمعة القادمة لمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة في قرآن الفجر فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرم، مشاركة مع الهندسة الصوتية والمعرض الفني للإضاءة الحديثة أفخم محطات ديزل الكبرى قصور الضيافة المتنقلة إدارة أولاد الحاج سيد حماد أولاد الحاج سيد حماد المقيمين بقرنشو، ومشاركة مع أولى صور الحفلات الدينية مهندس إبراهيم عوض المقيم بمدينة طنطا ومصور هذه الليلة القرآنية المباركة. شكرا لوحدة فيديو ومكسر مهندس حمدي العسوي المقيم بمشال أسرة الفقيد الراحل عمدة العمد ورمز الواقف في كل مكان حق سعيد سليمان الأقرع عمدة قرنش، وتقدم المهندس علاء سعيد الأقرع مهندس حسام سعيد الأقرع مهندس سليمان سعيد الأقرع الأستاذ أحمد سعيد الأقرع الأستاذ محمد سعيد الأقرع حق فرج سليمان الأقرع أستاذ جمال سليمان الأقرع حق عبد الفتاح سليمان الأقرع حق أحمد سليمان الأقرع وجميع عائلات الأقرع وأنسابهم وأقاربهم، يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية والسياسية وإلى كل من جاء وشارك واجب العزاء. كان معكم من أسرة المذيعين الإعلامي يحيى أبو حسين مقدم البرامج الدينية والمقيم بمدينة الصمتة غربية. لهذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.